محمد النهارده معانا حلقه قويه جدا ومعانا اخبار نبدا بيها. الاهلي بيستأنف تدريباته بدون راحه استعدادا لكمبالا، بيستأنف فريق النادي الاهلي تدريباته بدون راحه عقب مواجهه حرس الحدود، وكلام اتقال كتير في مواجهه حرس الحدود، فرقه بتشارك في ثلاث بطولات حتى الان، بتتكلم انك بتلعب في البطوله العربيه وبطوله الدوري والبطوله الافريقيه، والشراسه اللي انت جاي منها لعب ماتشات صعبه جدا، ثلاث ماتشات في البطولة الأفريقية بعد ما كنت متراجع، بترجع وتاخد قمة المجموعة من ثلاث مباريات فيهم مباراتين صعبين جدا وغاية في الأهمية، وخارج ملعبك حقق فيهم النقاط الكاملة، في إصابات للعيبة، في بعض الظروف، في روتيشن، في مدير فني جديد لسه برضه مشافش اللعيبة بشكل جيد، ولكن في النهاية النادي الأهلي بيأدي بالشكل المطلوب والشكل الجيد، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هتبقى فيها برضو أداء أفضل. مش هنختلف إن ربما الأداء يعني مش عاجب البعض، نتفق مع بعض على طول ونقول إن ممكن يكون الأداء ما عجبناش كلنا، ولكن في ظروف لازم نحطها في وسط الأداء ده والصعوبات دي كلها، كل الصعوبات دي وبتأدي وبتكسب وبتحقق المطلوب، في هدف عايز تحققه، الهدف المكسب، أنت عايز تحقق المكسب، عايز الثلاث نقاط، في بعض الغيابات، في لازم تحقق الاهلي بمن حضر. مباراه الترجي انت رايح مش في افضل حالاتك، ولكن عندك هدف عايز تحققه، عندك كابتن محمود الخطيب رايح رئيس بعثه، في مسؤوليه كبيره، حققت الهدف المطلوب منك بالشكل الصعب جدا، وهو كده وقت ما الظروف تبقى صعبه جدا بتظهر النتائج الجامده جدا، تظهر الثقة الكبيرة جدا. طبعا رباعي الاهلي ينتظمون في تدريبات الفريق بالاسكندرية، انضم الرباعي وليد سليمان واحمد فتحي ومحمد الشناوي وبكماني في تدريبات الفريق، واختبار طبي لحمودي واشرف قبل مواجهة كمبالا، هيخضع طبعا اليوم ايمن اشرف مدافع النادي الاهلي اختبار طبي وحمودي كمان، وان شاء الله تكون كل اوراق الاهلي جاهزة وسليمة قبل مباراة كمبالا. نطلع فاصل وانا ارجع لنتواصل.